السلام عليكم. بنسبة 100% مش 99.99. ليه؟ بنسبة 100% بعد تعادل اليوم الترجي الرياضي امام النجم الرياضي الساحلي في ملعب سوسة. بنسبة 100% بطولة باب السويق. البطولة الساسة على التوالي للترجي الرياضي 32 في تاريخه، لأنه المقابلة القادمة للترجي الرياضي باش تكون امام اتحاد بن قردان في ملعب رادس. في المقابل الاتحاد المونستيري اللي باش ينتقل الملعب الطيب المهيري لمواجهة النادي الرياضي الصفاقسي. السي اس اس المطالب بالانتصار، مطالب بالانتصار حتى يضمن رسميا المرتبة الثالثة، المرتبة اللي باش تخول له الموسم القادم باش يكون متواجد في مسابقة الكاف. ولو فرضنا الاتحاد المونستيري فاز على النادي الصفاقسي في ملعب الطيب المهيري، واللي اكيد باش تكون مفاجأة، الترجي الرياضي التونسي يفوز على اتحاد بن قردان، هكا الاتحاد المونستيري والترجي الرياضي باش يكونوا اكزيكو، لكن الاسبقيه والافضليه باش تكون للترجي الرياضي. لذا من توا البطوله الساسه على التوالي للترجي الرياضي. البقيه اقعدوا تنافسوا على مرتبه ثانيه، على مرتبه ثالثه، السنه ولاو يتنافسوا على المرتبه الرابعه كومبليتمون. اقعدوا تنافسوا، اش عندي باش نقول لكم؟ اقعدوا تنافسوا. الترجي الرياضي التونسي البطوله الساسه على التوالي، البقية اقعدوا تنافسوا. بالنسبة للنادي الإفريقي كالعادة ما يستغلش الوضعية اللي هو فيها، بعد تعادل اليوم أمام النادي الرياضي الصفاقسي 0-0 في ملعب رادس، تعادل بتعمل هزيمة. تقريبا النادي الإفريقي عمل كل شيء اليوم إلا حاجة واحدة، هو يحط الكرة في الشبكة. بصراحة اليوم النادي الإفريقي لقى قدامه حارس كبير، مش حارس قدم مقابلة بطولية، لا، خاطر ثم فارق. ساعات حارس يقدم مقابلة بطولية وهو حارس عادي، لكن اليوم حارس النادي الصفاقسي قدم مقابلة بطولية وفي نفس الوقت حارس كبير، وهو الحارس أيمن دحمان اللي كان رجل المقابلة بامتياز. الإفريقي رغم تعادله اليوم، لكن التعادل كان مغاير على تعادلاته في فترة منتصر الوحيشي، والميريت يرجع للمدرب الجديد عادل السليمي اللي مؤخرا بعض الصفحات المنسوبه للنادي الافريقي بدات تتاكي، بدات تهاجم، بدات تحفر للمدرب على اساس مدرب مش في قيمه النادي الافريقي. عادل السليمي ايش درب؟ درب 6 مقابلات، فاز في 4، انهزم ضد الترجي الرياضي، واليوم تعادل ضد النادي الصفاقسي. اليوم شفنا كوره نظيفه تخرج من الدفاع، رغم في بعض الاوقات يصير الضغط من هجوم النادي الصفاقسي، ما شفناش سطح كيف دي كومبينيزون صاروا في وسط الملعب. خرج الكرة على اليمين زهير آدم، قرب كيف الكرة وصلت ليوسف اسنانة، لكن للأسف الشديد النادي الإفريقي اليوم واجه حارس كبير، حارس في ناره اسمه أيمن دحمان. فيما يخص آدم قرب، البطولة الوطنية ككل كل 10-15 سنة 20 سنة تخرجنا ملاعب كبير، مرة هو ملاعب يخرج من الإطوال، مرة من السي اس اس، مرة من الترجي الرياضي التونسي. السنة خرج لاعب كبير من النادي الإفريقي اسمه آدم قرب، البروفيل متاعه مش متواجد في البطولة الوطنية، وكيف مش متواجد في المنتخب التونسي. إن شاء الله النادي الإفريقي إدارة الفريق تعرف كيفاش تستحفظ على اللاعب، لأنه مكسب كبير للنادي، وكيف المستقبل مكسب كبير للمنتخب التونسي. أما شنو فايدته هذا الكل؟ شنو فايدته وقت اللي تدور كورة وتخرج كورة نظيفة وتخلق أكثر من 5 و6 و7 فرص سانحة للتسجيل؟ على خاطر العبرة بالنتيجة، والنتيجة اليوم مش في صالح النادي الإفريقي اللي كان مطالب بالانتصار على النادي الرياضي الصفاقسي. النادي الإفريقي حاليا نحبه ولا نكره صعبة عليه المرتبة الثالثة، لأنه المقابلة القادمة للنادي الإفريقي ضد النجم الرياضي الساحلي في سوسة، النجم الرياضي الساحلي اللي مطالب بالانتصار كيفه كيف النادي الإفريقي. بالنسبة للنادي الصفاقسي اللي جاء على خاطره اليوم وصله، جاء على نتيجة التعادل، لأنه المستوى اللي ظهر به النادي الصفاقسي يدل أنه فريق جاء من أجل نقطة التعادل، النقطة اللي تخوله باش يكون وباش يقعد متواجد في المرتبة الثالثة. النادي الرياضي الصفاقسي مع مدربه جديد نبيل الكوكي، منذ قدوم المدرب الأداء تحسن، كيف النتائج أصبحت إيجابية. المقابلة الرابعة على التوالي النادي الصفاقسي ينهي مقابلاته بنتائج إيجابية، 3 مقابلات على التوالي انتصاره، اليوم تعادل ضد النادي الإفريقي في ملعب رادس، اللي تعادل من نجم نقول عليه كان تعادل إيجابي. نحب نقول كلمة في النادي الصفاقسي، زمان كان اللاكس متاع المنتخب متكون من لاكس الترجي الرياضي بدرة الجعايدي وراهم شكري الواعر. في المستقبل لاكس المنتخب التونسي صدقوني نجم يكون متكون من لاكس
السي اس اس النصراوي على غرام وراهم ايمن دحمان. بالنسبه لمباراه الترجي الرياضي والنجم الساحلي اللي وفات بالتعادل هدف لهدف، واللي بطبيعه نتيجه ما تخدمش النجم الرياضي الساحلي، في المقابل تخدم الترجي الرياضي. النجم الرياضي الساحلي اللي دخل المقابله وضغط الحدود الخطا اللي استغله الترجي الرياضي التونسي عن طريق محمد علي بن حموده، وينفرد مع الحارس علي جمال ويسجل هدف الاسبقيه للترجي الرياضي. على تسجيل الترجي الرياضي التونسي هدف الاسبقيه، اصبحت هجمه بهجمه، فرصه بفرصه للفريقين. يعني كيف ما كان قادر النجم الرياضي الساحلي باش يعدل وعدل، وكان كيف قادر باش ياخذ الاسبقيه وينهي المقابله بانتصار، كيف ما كان قادر الترجي الرياضي التونسي بعد ما سجل هدف محمد علي بن حموده كان قادر باش يسجل هدف ثاني وهدف ثالث وينهي المقابله بانتصار. في الاخير ما يهمش اش قال الملخص. بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي، المشاكل الماليه الاداريه، المشاكل اللي تعرض لها الفريق مؤخرا اكيد اثرت على مستواه وعلى مردود وعلى باركور الطوال في البطوله الوطنيه. ونأكد لكم ومتاكد 100% لو النجم الرياضي الساحلي كان في مستواه المعهود، كان في مستواه العادي، مانيش نحكي على النجم الرياضي الساحلي والإفكتيف اللي كان عنده واللي تحصل بيه على رابطة الأبطال الإفريقية، لا، نحكي على النجم الرياضي الساحلي ومستواه اللي قدمه السنوات الأخيرة. نأكد لكم ممكن كان يأثر على مستوى البطولة، وممكن كان يأثر على حامل البطولة، كما قلنا مع بداية الحلقة بنسبة 100% الترجي الرياضي التونسي هو البطل. لو النجم الرياضي الساحلي كان في أفضل حالاته ممكن يكون كيف الترجي الرياضي التونسي هو البطل، لكن السنة كنا نعرف بطولة صعيبة على الترجي الرياضي التونسي، ممكن كانت تصعب عليه أكثر. ونختم الحلقة بالترجي الرياضي. الترجي الرياضي في أحسن حالاته يفوز بالبطولة، الترجي الرياضي في أسوأ حالاته يفوز بالبطولة. تو اللايك يكون في أفضل حالاته ويفوز بالبطولة أمر عادي، لكن وقت اللي يكون في أتعس وفي أسوأ حالاته ويفوز بالبطولة، لهنا المشكل، لهنا نجم نتعجب ونجم نسأل 100,000 سؤال. توا هو في أتحس حالاته وفاز بالبطولة، مال شنيا نجم نقوله على بقية الأندية؟ لهناش نجم نقول، نجم نقول الترجي الرياضي نحبه ولا نكره فريق متاع ألقاب، يعني ينجم يتصرف مع الوضعية اللي هو فيها وهو في أفضل حالاته، في نفس الوقت ينجم يتأقلم مع الوضعية اللي فيها وهو في أسوأ حالاته، وهذا هو المهم، هذا هو اللي الفرق النجم نقوله بين الترجي الرياضي التونسي وبقية الأندية. بقية الأندية وقت اللي يكونوا في وضعية سانحة باش ينهيوا الموسم في المرتبة الأولى، يصير ديكالاج ما نعرفش في إدارة مع فريق يلزم يفوز عليه ما يفوزش، في بلاده ثلاثة نقاط مهمين ينهي المقابلة بتعادل. هذا الفرق كما قلنا بين الترجي الرياضي التونسي وبقية الأندية. الترجي الرياضي التونسي وقت اللي يكون في أضعف حالاته يعرف كيفاش ينهي المقابله، وشفنا هذا في مباراه الدربي، مباراه الذهاب بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي. النادي الافريقي في افضل حالاته، الترجي الرياضي التونسي في اسوا حالاته. المقابله انتهت بالتعادل 0-0 في المقابل. النجم اول الترجي الرياضي التونسي وقت اللي كان في افضل حالاته في الدربي الاخير، والنادي الافريقي كان في وضعيه عاديه، فائز باربع مقابلات على التوالي مع مدربه جديد عادل السليمي. انتهت المقابلة بانتصار الترجي الرياضي التونسي 3-1. هذا علاش قلنا الترجي الرياضي يعرف يستغل الوضعيات اللي يكون فيها على عكس الأندية الأخرى. إن شاء الله الموسم القادم، إن شاء الله ما نقعدوش كل موسم والله يلزم الموسم هذا والله يلزم الموسم هذا، إن شاء الله الموسم القادم الأندية الأخرى تفيق على روحها، على خاطر اللي قاعد يصير في البطولة الوطنية راهو ما يلزموش يصير، فضايح بأتم معنى الكلمة. وفي الختام كالعادة ما تبقى كبش أقول تحيا تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، حظ موفق للنادي الإفريقي في مقابلته القادمة ضد النجم الرياضي الساحلي اللي باش تتلعب إن شاء الله نهار الأحد. وفي الختام البياني ما تبقى كبش يقولكم سلام.